دانا لنتحدث عن آخر العواجل والأخبار الواردة، وهي سقوط صاروخ بين القدس وتل أبيب. تفاصيل أكثر، وخاصة سماع دوي انفجارات ضخمة أيضا في تل أبيب. نعم، بعد التحية ما زلنا نستمع إلى دوي انفجارات قريبة من مدينة القدس وتحديدا من جبال القدس الغربية عين رافة وصوبة. كان هنالك مشاهد تظهر وقع هذه الانفجارات بالرشقات الصاروخية، وذلك بعد سماع دوي صفارات الإنذار في مدينة القدس المحتلة ومن بعدها في تل أبيب وضواحيها وجنوبها. نتحدث أن هنالك انفجار أيضا قد لوحظ في مطار بن غوريون، مطار اللد الدولي، وكان هنالك هلع وذعر لكل من تواجد في المطار وانسحبوا للاختباء من هناك بعد وقوع انفجار بالقرب من المخرج الرئيسي تيرمينال 3 في مطار اللد. نتحدث أيضا أن هنالك العديد من الانفجارات بالقرب من بيت لحم غوش عطسيون، وهي المستوطنة الجاثمة هناك ما بين القدس والخليل، أيضا سمع فيها صفارات الإنذار. وهنالك غوشدان أيضا مستوطنة في تل أبيب كان فيها وقع انفجارات كبير. حتى اللحظة ما زالت هذه صفارات الإنذار تضوي في العديد من المناطق الفلسطينية المحتلة كما ذكرنا على رأسها القدس وتل أبيب. ولربما يعني الانفجارات التي حدثت في شارع رقم واحد هي الأخطر، هذا يعني بأن هذا الشارع رقم واحد وهو شارع الهدنة الذي فصلت وقسمت فيه إسرائيل البلاد ما بين مناطق محتلة عام 48 وبين مناطق محتلة عام 67، هذا الشارع أيضا الرئيسي الذي يمتد إلى تل أبيب كان قد سمعت صفارات الإنذار فيه ودوي انفجارات حدثت في المكان. إذن هنالك أيضا صفارات الإنذار الآن في عسقلان وفي سديروت وفي أشدود والعديد من مستوطنات غلاف قطاع غزة المستهدفة من قبل رشقات صاروخية ضخمة. كتاب القسام تحدثت الآن في بيان عاجل بأن هنالك ما يزيد على 120 صاروخ كانت قد أطلقتهم من يعني قطاع غزة إلى المناطق ومستوطنات غلاف غزة إسنادا لوحداتها العاملة هناك. هذا يعني استمرار الاشتباكات المسلحة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وبين الجيش الإسرائيلي الذي حشد بآلياته وجباته العسكرية على الحدود الشرقية. ولربما هذا يقرب معادلة الاجتياح البري العسكري الذي كانت قد أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية مؤخرا أمس بأنه سيكون بالفعل هنالك اجتياح بري وعسكري. الطائرات الحربية ما زالت تحوم في سماء مدينة القدس، إما طائرات استطلاع وإما طائرات تنقل الجنود المصابين إلى المشافي الإسرائيلية. نتحدث الآن في هذا الخبر العاجل أن هنالك إصابات في صفوف الجنود ومستوطني الاحتلال في سقوط قذائف على سديروت، اصابات مباشره ايضا لمباني في اسدود وفي عسقلان. اذا حصيله الجرحى الاسرائيليين في ارتفاع نتيجه الاستهداف المتواصل. نعم. سواء للمباني او للاراضي المفتوحه هناك، نتحدث عن اصابات في صفوف المستوطنين في سديروت واصابات لمباني في اسدود وفي عسقلان. وهذه الضربات التي وجهتها كما ذكرنا كتائب القسام ب 120 صاروخ ردا على قصف البيوت المدنية. هذا يتزامن أيضا وهذه الضربات، كان هنالك تصريح خطير صدر من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الذي قال بأنه سيعمل على محاصرة غزة وفرض حصار شامل على قطاع غزة. نعم. يشمل الحصار إغلاق الحواجز والمعابر، عدم إدخال لا الطعام ولا الكهرباء ولا الماء ولا المياه ولا كل مستلزمات الحياة الصحية. ويعني كان هنالك ألفاظ نابية استخدمها في هذا التصريح وعفوا على هذا القول، ولكن أقتبس قوله بأنه يتعامل مع حيوانات بشرية في قطاع غزة وبأنه سيعمل جاهدا على محو كل هذه العمليات الإرهابية. نعم. من هناك نتحدث أن في هذه اللحظة يعني قوات الاحتلال تنتشر أيضا في شوارع مدينة القدس عقب سقوط هذه القذائف الصاروخية كما ذكرنا في عرافة في صوبة. هل معروف أين سقطت هذه الصواريخ أو ما هي أهدافها دانا، سواء كان في القدس؟ نعم. أو في تل أبيب؟ دائما ما تلوح فصائل المقاومة الفلسطينية بأنها وتهدد بأن إذا استمر القصف على قطاع غزة فأنها ستصل صواريخها إلى تل أبيب والقدس لحساسية المنطقتين لدى الحكومة الإسرائيلية وللمنظومة الأمنية العسكرية. أثناء انعقاد جلسة للمجلس الأمني في الكنيسة الإسرائيلية
سمعت صفارات الإنذار، وهذه تحمل رسائل مفادها بأن فصائل المقاومة بصواريخها قادرة على الوصول على في عقر دار الحكومة الإسرائيلية بالقرب من الكنيسة الإسرائيلية وأثناء عقد اجتماعاتها وفي تل أبيب، حيث تحصل إحاطات أمنية ومشاورات أمنية هناك برئاسة كبار قادة السياسة الإسرائيلية. لذلك لافت في هذه المرة وفي هذه الحرب بأن فصائل المقاومة بدأت أصلا ضرباتها إلى مستوطنات غلاف غزة وإلى تل أبيب والقدس. 7 مرات سمعت صفارات الإنذار في اليوم الأول في استهداف مدينة القدس بالرشقات الصاروخية. يعني أمس كان هنالك هدوء من صفارات الإنذار في مدينة القدس، فحسبت يعني الحكومة الإسرائيلية بأن القدس خارج مربع هذا الاستهداف، ولكن من جديد اليوم عادت المقاومة الفلسطينية وضربت مدينة القدس كما ذكرنا، تحديدا في جبال غرب القدس. نتحدث عن عين رافع، عن صوبة، أبو غوش، ونتحدث أيضا عن شارع رقم 1، وهي المناطق التي شهدت ورصدت فيها أثار لانفجارات في تلك المناطق. الآن وأنا أتحدث معك أيضا وسائل الإعلام العبرية تقول أن صفارات الإنذار تدوي من جديد في مستوطنات غلاف غزة، هذا يعني بأن هنالك استمرار لهذه الرشقات الصاروخية. إذا سمحت لي فقط، وردنا هذا أيضا البيان العاجل من إذاعة الجيش الإسرائيلي، ولذلك سأقصه من الهاتف بسبب وجوده باللغة العبرية. يتحدث هذا البيان عن عقد اجتماع بين ممثلي معسكر الدولة والليكود بشأن تشكيل حكومة طوارئ، وهذا ما كنا نتحدث عنه في بداية تغطيتنا، الحديث عن حكومة وطنية، حكومة الطوارئ للتعامل مع الحرب بين عنصري وبين فصيلي المعارضة واليمين في الحكومة الإسرائيلية. كان هنالك نقاط رئيسية تحدث عنها هذا البيان لمعسكر الدولة، وتم يعني الحديث عن تشكيل حكومة حرب موحدة طوال مدة هذه الحرب، ويكون فيها التأثير والتمثيل المؤثر لأعضاء معسكر الدولة، ويكون الوزراء المعينون أيضا نيابة عن رئاسة الوزراء أعضاء فيها. وإذا انضمت أحزاب أخرى، وبهذا يقصد هذا البيان المعارضة الإسرائيلية، فسيتم توسيع حكومة الحرب أيضا وفقا للمعطيات، وسيتم تفويض معظم صلاحيات إدارة الحرب إلى هذه الهيئة التي ستتشكل جديا لربما خلال ساعات قليلة، وأن خلال فترة ولاية حكومة الطوارئ لن يكون هنالك تشريعات في الكنيسة. ونحن نتحدث أن الكنيسة على أعتاب بدء الدورة الشتوية، وذلك بعد انتهاء فترة العطلة الصيفية في الكنيسة الإسرائيلية. وقال هذا البيان أنه لا يشترط تعيين وزراء تنفيذيين، بل فقط وزراء دون حقيبة. هذه الحكومة ستشمل وزراء دون حقيبة طيلة فترة الحرب فقط، وذلك من خلال أنهم سيقدمون الدعم الكامل للحكومة والمؤسسة الأمنية في إدارة الحملة، وسيساعدونها على الخروج من كل هذه المطبات. إذن تم تجاوز ما تحدثنا عنه دانا في الصباح، غير جدية اليوم بعد هذا البيان، هنالك تأكيد بأنه لربما سيكون هنالك حكومة وطنية لمجابهة الحرب وما يحصل في قطاع غزة.